ونتابع معكم الآن مشاهدينا هذه الصور المباشرة للمظاهرات أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بالإسراع في نقل السلطة لحكومة مدنية. يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد سلمت للمجلس الانتقالي تصورها لآليات ترتيب الحكم، وتضمنت تشكيل مجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري وتشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات الوطنية ومجلس تشريعي انتقالي. وكما أفاد أيضا مراسلنا قبل قليل أن هذا الاعتصام على ما يبدو سيدوم، لأنه تم جلب معدات للمبيت، خيم وغيرها من المعدات للمبيت اليوم أمام مقر القيادة العامة. وكما ذكرنا أن لا زال هناك شد وجذب بين المجلس الانتقالي العسكري وأيضا قوى الحرية والتغيير التي ربما تطالب حتى الآن بتشكيل حكومة مدنية، وقدمت تصورها للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أن المجلس العسكري الانتقالي ربما يسعى إلى تشكيل حكومة مدنية تقوم بها القوى السياسية المدنية من المعارضة والأحزاب الأخرى، بما في ذلك أيضا الحوار الوطني والمشاركة مع المؤتمر الوطني الحاكم أيضا في الحكومات السابقة.